أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم العين الثالثة. في المغرب يوجد ما يزيد على 1,200,000 شخص يعملون أعوان حراسة لدى آلاف شركات الأمن الخاصة. أغلب هؤلاء الأشخاص يشتغلون 12 ساعة في اليوم، معدل يزيد عن 72 ساعة في الأسبوع، بينما حددت مدونة الشغل عدد ساعات العمل القانونية في 44 ساعة في الأسبوع، كما يشتغلون بأجور لا تتعدى في أحسن الأحوال 2000 أو 2200 درهم، أي أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد في 2828 درهما. لنتابع. أزيد من 1,200,000 شخص يعملون أعوان حراسة لدى آلاف شركات الأمن الخاص، شريحة واسعة تعاني من مشاكل كثيرة، سواء من جهة ضعف التأطير والتكوين أو من حيث غياب الأمن الوظيفي الذي يضمن لها أبسط حقوقها المهنية. أستاذ أنا راه خدام من 2010 حتى 2022، أستاذ ما كاين لا لاسينيسيس، لا التغطية الصحية، ما كاين حتى شي حاجة أستاذ، ضروري من جميع الحوايج. السالير ما كاينش السالير، حيت السالير 42 أستاذ، مؤخرا جات 42، ما في الشركات الأولين كانت 32 34 36، كل شركة كتلحق للشركة، فهمتيني؟ ما كاين لا تعويضات، ما كاين لا زعما كاين كيخلي يعطوك الحساب ديالك، ما كاين والو. العطل بحال دابا نهار في السيمانه ما تمشي للحمام الاول، نهار في السيمانه ما كاينش، كيخدم من الاثنين حتى الحد. العطل ديال الكونجي ما كاين، لا خلاص ديال الكونجي ما كاين، لا عطله ديال الكونجي ما كاين، هو متسافر ما هو الحبس. بقى الاستاذ راه كنخدموا من 7 العشيه، اللي كيخدم النهار راه كيخدم من 7 الصباح حتى 7 العشيه، واللي كيخدم الليل راه كيخدم من 7 العشيه حتى 7 الصباح. عاد باش زيد الاستاذ ملي كتمشي للمدرسه المدير كلشي منك، المدير خاصك تقابل الجردة، خاصك تسخن المدير، خاصك تام بزاف ديال الحوايج، كلشي منك. تصبغ تشطب، دير اي حاجه. من 2014 نهار 12/10/2014 الى اليوم من هذا، وانا في هذه المؤسسه عندنا المشاكل على كل الجهه، من ناحيه الخلاص، من ناحيه التلاميذ، من ناحيه جردة، سقي، كربال، غرس، شطب، من كل ناحية عندنا المشاكل. 12 ساعة على 12 ساعة، من 7 الصباح حتى 7 العشية، لا مول الليل ولا مول النهار، ما كتمشي حتى تيجي صاحبك يشد لك، ما عندنا لا عوطة لا يديك لا يخليك والو، ما عندنا حتى شي عطلة، كاع يشدوا العوطال، حنا ما عندنا عوطال، ما كنتخلصوا في عوطال ما والو، ما عندنا لا كونجي لا والو. لا كونجي لا خلاص مزيان، لا حساب، لا يديك لا يخليك. الصعوبات اللي كنواجهوها من الناحيه ديال العطل، لي كونجي كنستافدوش من لي ويكاند، ما كنستافدوش من العطل ديال الصيف، الاعياد الوطنيه الدينيه، يعني ما كنستافدوش منهم، سواء الناس ديال الاخرين ديال التعليم وديال ما عرفتش انا واش هاد هادشي كيديروا بان حيت ما عندهمش قيمه، ولا ما فهمتش انا، دخلت لي هادشي لراسي انا. طول ساعات العمل، غياب العطل الاسبوعيه والاجازات السنويه، وهزاله وضعف الاجره كانت العناوين الابرز لمشاكل كل من بوشعيب، محمد وعبد الرحيم، لكن ما زادت طين بلة كان انقطاع الاجره لمده تزيد عن شهرين. استاذ راه جينا نحكيو لك استاذ، راه شي بزاف، راه خاصو يومين. قلت يا استاذ راه دابا انا راه خدام مع الشركه، خدمت مع اول، المهم هي الشركه اللي اول شركه تعاقدت مع الاكاديميه هي الشركه اللي خدمت مع انايا حتى 2022. المهم استاذ دابا السيد مات، مو الشركه هاد الاخرى مات الله يرحمه، الموت علينا حق، ما عندنا ما ندير. دابا استاذ ما تخلصناش في شهر 11، في شهر 12 مدير الاكاديميه صيفط واحد مراسله، صيفطها للمدير ديال المدرسه، قال لي ودي، قال لي خصك تحبس لينا لا سيكوريتي اللي عندك،
الشهر 12. قال ليه باش راه صافي ما كاين لا خلاص في هذا الشهر لا والو، ما كاين لا خلاص الاول في شهر 12 صافي، يقول لهم يحبسهم على ما نشوف ما نديرو. المهم استاذ انا الاخوان كامل يستمروا في كيمشي واخا ما كاين لا خلاص لا والو، كنمشي ما خصناش نخوي البوست ديالنا. علاش ما خصناش نخوي؟ استاذ راه كان حذف سنين استاذ كونترا والتزام، حيت لا تمشي شي حاجه من المدرسه ولا شي حاجه راه ما غايجيو لنا حنا، ما يجيو حتى شي واحد. كنا كنتخلصوا ب 36000، هادي شي 6 اشهر داروا لنا 42000 مول الشركه، قالوا حقا مات. بقينا خدامين فابور شهرين، وحنا كنتخابطوا حتى صيفطوا لينا شهرين، بقينا ثاني خدامين. عاود جا شهرين اخرى ثاني اللي كنتسالوا دابا شهر 11 وشهر 12، ملي بنادم كيدوي على رزقه قالوا لهم حبسوا من عباد الله السكوريتي من المؤسسه. المشكل اللي كاين هو ان صاحب الشركه وقعت ليه مشكله في اكسيدون مرتيل في شهر 8، كان غادي مع عرس القنيطره وداك الشيء، وقعت ليه اكسيدون توفى الله يرحمه. المهم شهر 9 سبتمبر واكتوبر كنتسناو ما توصلناش المستحقات ديالنا من هذه الشركه اللي جات في لو 1 2021. دخلت نهار 15 في شهر 1، 15 ديال اللي دازت كانت تابعه للشركه الاخرى ما تخلصناش فيها. المهم بقينا كنتسناو في ديك الشهرين ديال 9 و 10 كيقولوا لنا اليوم غدا السيمانه الجايه الشهر الجاي حكا غيديروا بوند كوموند غيديروا هذه هذه، ما توصلنا حتى بشي حاجه. المهم بقينا معاهم كان في اطار الاستاذه، درت مراسله للمدير الاقليمي لقاء مع تواصلي، كان حل توصلوا النتيجه بانهم توصلنا بداك الشيء، ولكن بعد يعني بعد جولات ماشي داك الشيء ما كانش سهل. المهم خدمنا تخلصنا عاودنا خدمنا دخلنا الخدمه ديالنا، خدمنا تقريبا شهر في لو 28 نوفمبر 2021 كان توصلوا مراسله، جات مراسله من المدير الاقليمي، جات المديرين ديال المؤسسات رؤساء المؤسسات باش يوقفوا الحراس ديال الامن الخاص يوقفهم على العمل. انا تقريبا شهر هادي ما خدامش، جاتني ميساج من عند السيد اللي معايا في النهار، علمو المدير ديال المؤسسه نفس المؤسسه اللي فينا، قال لي غادي تتصل بالصديق ديالك ولا الزميل ديالك اللي معاك في المؤسسه، اتصل به وقول لي ما يجيش راه حتى علمونا في النيابه، قالوا لنا صافي غادي تحبسوا حتى واحد الشهر تنتقاد الامور. داز شهر حنا كنتسناو ليه يومين هذا. المشاكل المهنية لحراس الأمن الخاص أثرت سلباً على حياتهم العائلية، كما أصبحت تهدد استقرارها، خصوصاً وأن هؤلاء لا يمكنهم أن يلبوا حاجياتهم وحاجات عائلاتهم بمبلغ هزيل. الحالة العائلية يا أستاذة، أنا كنت مزوج ولكن المرأة ما بغاش تجلس معايا، مع سمعتني خدام بداك الصالير ديال لا سيكوريتي 42 راه ما بغاش تجلس معايا. اي انا عندي الكرا عندي مسؤوليه، راه خاصك تصرف على والديك وعندي خوتي صغار استاذ، راه لا اله الا الله وصافي شي ديك الشكوى الله وصافي شي ديك. اما الاكاديميه ولا المسؤولين كناشدوهم كاملين راه ما حتى واحد كلشي البيبان مسدودين. ايوا الحيله العائليه كلشي مضرور، من ناحيه الفلوس ما كاينش راه كلشي مضرور. عندي وليداتي كارج، عندي الماء، عندي الضب، كل شيء فلوس، هو غادي بالصبر. اليوم حراس الأمن الخاص جلسوا أمامنا للإفصاح عن المعاناة التي يتجرعونها على مضض، مطالبين الجهة الوصية بتحقيق العدالة والعدل في ملفهم المطلبي الذي هو تمتيعهم بحقوقهم المنصوص عليها بمدونة قانون الشغل. أستاذ كنطالب بحقوقي أستاذ، وكنطالب بلا سينسيس ديالي، راه عرفتي من 2010 حتى 2022 ما عندي حتى شي نقطة، ما كاينش. كنقلب كيقول لك الشركات ما مديكلارينش بك، خدامين عين نوار، هادشي اللي كاين أستاذ. ورغم ذلك حنا مسنين معاهم كونترات وكلشي، ومني كتمشي تتبع دابا أستاذ أنا نفترض دابا تكبر وتضعف صحتك وهذا شكون غيهزك؟ حنا دابا خدامين كاع وما ما دايرين لنا والو الخلصة عاد باش تمشي تجلس.
والشركه اصلا اللي كنا خدامين فاش كانوا خدامين هذاك الصالير اللي كان كيعطيونا في الشهر يلا كيقدنا في الترونسبور. انا عندي تاكسي في تراموي يوميا في الصباح تاكسي في تراموي او ثاني في العشيه تاكسي تراموي في تاكسي يا شاشات لك هاد بزيد ماكلتك هاد بزيد مصروف هاد بزيد كرا هاد بزيد باش تلبس في القهوه كنطالبوها بالحقوق ديالنا بغينا الحق ديالنا يخلصونا في شهرين ديالنا ونبقاو زايدين في العمل ديالنا الوضعيه ديالنا يصاوبوا معنا هادشي راه ما كافيش وراه ما كاينش اللي يخدم بهذا الثمن الا هاد السيكيريتي ديال المدارس وهاد الشركات اللي كيقولوا الشركات حنا عمرنا شفنا شي شركه ما كنعرفوش كاع البيروات ديال الشركات فين جاوك عشان هاد الشركه بلا شركه ما عمرنا شفنا شي بيرو ديال شي شركه ما كنعرفوهمش حنا محسوبين على الشركات وما كنعرفوش حنا هاد الشركات فين كاينين وفين كاين هاد البيروات ديالهم ودابا كنطالبوا استاذ كنطالبوا بانهم يعاودوا لنا المستحقات ديالنا كنطالبوا استاذ بصرف الاجور ديالنا اقرب اجل كنطالبوا ب يعني استفدوا العطل اللي ويكاند الاعياد الوطنيه الدينيه رخص المرض اللي يعني التصريح في الضمان الاجتماعي بغينا هادشي يكون قانوني ويعني موثق مابقاش داكشي غامض ومجهول كما كان. بعد لقائنا بكل من بوشعيب محمد وعبد الرحيم كان لنا لقاء بلبنى الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الحراسة الخاصة بالمغرب والتي أكدت هي الأخرى الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب. المعاناة ديال حراس الأمن الخاص هي معاناة كثيرة وكتجلى أول حاجة في 12 ساعة العمل في اليوم لان 12 ساعه العمل في اليوم هو في حد ذاته يعني تعذيب بالنسبه لهذه الفئه هذه اللي كتعيش واحد الاكراهات كثيره يعني سواء ماديا ومعنويا وحتى نفسيا. ف 12 ساعه العمل في اليوم ما كتخليش ليه حتى فرصه انه يعيش يعني الحياه ديالو طبيعيه. هذه 12 ساعه يعني في اليوم زائد ساعتين قبل ما يوصل العمل ديالو ساعتين باش يوصل من العمل ديالو للبيت ديالو هنا كتوصل بعض المرات حتى 16 ساعه العمل في اليوم. اذا هاد السيد كيفاش غادي يعيش يعني وسط العائله ديالو وفين هو الوقت باش غادي يقضي يعني المسائل ديالو حتى العطله ديالو يعني الاسبوعيه اما كتكون السبت او الاحد يعني حتى اداريا الا بغى يشتغل الا بغى يعني الا بغى يقضي شي حاجه ما كيقدرش. هذه اول حاجه. كما ان يعني اسم الماده 184 مدونه الشغل كتاكد وكتنص على ان ساعات العمل الفعليه هي 8 ساعات في اليوم. هاد الناس على الاقل الا ما كانوا حتى انهم كيخدموا 12 ساعه يتخلصوا في 4 ساعات اضافيه. هاد الناس ما كيتخلصوش في 4 ساعات اضافيه كيشتغلوا حتى السميك ما كيتوصلوش به. التغطيه الصحيه ما كايناش. الضمان الاجتماعي ما كيتصرحوش يعني بساعات العمل يعني ما كيتصرحش ب 25 يوم كامله وما كاينش تصريح بالاجور يعني الفعلي يعني كاين عده اكراهات. حتى يعني العقود العمل اللي كيوقعوها مع الشركه يعني كتكون عقود هي مفخخه دائما ما كتكونش في صالح حارس الامن الخاص بصفه نهائيه. كاين مشكل اخر وهو يعني ما كاينش تامين يعني تأمين على المخاطر كذلك لان هذه الفئه متعرضه للمخاطر بزاف كيتعرضوا للاعتداءات كيتعرضوا للضرب كيتعرضوا لحوادث كثيره داخل مواقع العمل خاصه بالليل. وقعوا وفيات داخل هذا القطاع والسبب راجع كذلك للمعاناه اللي كيعيشوها يعني وداك الضغط النفسي اللي كيعيشوه يوميا. هنا يعني كاين عده مشاكل كتواجه هذه الفئه هذه. هاد الناس اللي كيطالبوا فقط هو تطبيق المقتضيات القانونيه اللي منصوص عليها في مدونه الشغل ما مطبقاش في حقهم نهائيا. ولهذا يعني حنا كنتمناو من جهات يعني المسؤوله والوصيه عن هذا القطاع انه يكون واحد يعني التفاته يعني حقيقيه لهاد الناس هادو. اول حاجه بعدا كاين مشكل من يعني ماشي فقط تنظيمي وانما حتى تشريعي. كاين بعض المواد في مدونه الشغل اللي حنا كنطالبوا باستثناء حراس الامن الخاص من هذه المواد لانهم هذه المواد 191 92 93 هما كيتكلموا على يعني البوابون ديال الاقامات السكنيه الى اخره ما كيتكلموش على الحراس بالمفهوم ديال حراس الامن الخاص حاليا. يعني ديك الساعه ما كانش الحراس بحال دابا. الحراس اليوم كيقوموا بعده مهام
ماشي فقط غير يعني الحراسة واقف في الباب، راكين مهام كثيرة اللي كيقوم بها الحارس يعني يوميا. لبنى اليوم وبعد طرقها جل الأبواب تطالب بتشديد المراقبة على شركات الأمن الخاص من خلال قوانين تنظيمية للمجال، إذ ترى أن الأمر أضحى يدق ناقوس الخطر خصوصا في ظل غياب المراقبة من قبل السلطات. كنقابة وطنية كان لنا عدة لقاءات، يعني سواء مع وزير الشغل السابق، كان لقاء مع مديرية الشغل، كان لنا لقاءات مع عدد ديال الفرقاء البرلمانيين، يعني عدة أحزاب، يعني سواء على مستوى مجلس المستشارين أو مجلس النواب، كنلقاو وعود، ولكن وعود يعني وعود فقط، يعني شي حاجة اللي هي فعلية مازال ما قدرناش أننا نوصلوا لها. حنا كنتمناو أن يعني تكون واحد الالتفاتة قوية لهذا القطاع، لأنه نقدروا نقولوا أنه يعني دق ناقوس الخطر، وخاص يعني يكون تدخل فعلي باش يكون واحد يعني واحد تنظيم، يعني واحد القانون تنظيمي محكم لهذا المجال، وكذلك تكون يعني المراقبة، يعني تشديد المراقبة على شركات الأمن اللي ما هما يعني كيقوموا بعدة ممارسات وباستغلال واحد الفئة، يعني ما كاينش مراقبة، يعني أجهزة الرقابة ما كايناش، حتى يعني ملي كيوقع مشاكل وكيتعرضوا الحراس للطرد التعسفي او عده اكرات كيتوجهوا لمفتي الشغل، بالتالي مفتي الشغل كيوجههم للمحكمه، وحنا عارفين ان يعني حتى المحكمه يعني قليل في كيتنصفوا هاد الناس، لان بالنسبه للحراس الامن الخاص يعني ما عندهمش واحد الوعي تام يعني بقانون الشغل، لكن شركه الامن الخاص فهي كتعرف يعني كيفاش تستغل يعني هاد يعني بعض المواد وبعض الثغرات القانونيه باش كتضغط على هاد الناس، واخا كيوصلوا ما كيوصلوا حتى شي حاجه، ما كيوصلوا حتى شي نتيجه، وهذا الصراحه مؤسف. حنا كنشوفوا عده اكراهات اللي كتواجه، غير هو يعني اللي كنتمناو ان تكون واحد القوانين صارمه، خاصه يعني اثناء يعني الصفقات العموميه كيفاش كدوز، خاصه على الاقل دوز يعني فوق الحد الادنى الاجور، ماشي اقل، يعني ملي تدوز صفقه يدار واحد الثمن، يتحدد واحد الثمن اجمالي لهذه الصفقات، باش ما يبقاوش يعني دوز صفقه يعني كترص على اللي كيقدم اقل سعر، والضحيه دائما هو حارس الامن الخاص، لان بطبيعه الحال ما غتشد واحد يعني المارشي بواحد الثمن اللي هو نازل بزاف، الحارس راه ما غاديش توصل بالحقوق ديالو نهائيا. وللاسف يعني حنا كنشوفوا حتى الجهات المسؤوله يعني بحال يعني مغمضه عينيها شويه على الشركات، هو فعلا كيقول انهم هازين واحد الشريحه واسعه من المجتمع، من البطاله يعني كتشغل العدد كيفوق مليون حارس امن خاص على الصعيد الوطني، وهذا واحد العدد اللي هو خيالي، ولكن مع ذلك هما واخا كيشتغلوا ولكن هي في حد ذاتها هي بطاله مقننه، ملي كيشتغل وما كيتوفرش على الحقوق ديالو كامله، راه هي في نفس الوقت هي هنا راه بطاله مقننه. هاد الناس هادو يعني بالنسبه يعني انك تشوف ماشي هما محتاج ما قاريش مثلا، حيت بعض الناس كيقول هاد الناس ما عندهمش مستوى، لا، هاد القطاع مخلط فيه ناس اللي عندهم مستوى ثقافي، كاين اللي عندهم يعني حاملي الشهادات مجازين، يعني كاين الناس اللي هما فعلا، ولكن يعني الظروف رمتهم يعني قصرا ممارسه هذه المهنه هذه، يعني عارف احنا للاسف ان يعني كاين البطاله كاين هذا، ولكن كيضطر انه يشتغل كيقول اللهم شويه ولا والو، فكيصبر في هذا الشيء هذا وكيلقى راسو يعني بعد مرات كيمشي سنوات وهو كيشتغل في هذا، ملي كتجي تشوف كتلقى عنده يعني واحد المستوى، واحد يعني عنده دبلومات، عنده بزاف د الحوايج ولكن ما مستفدش منهم. رافقنا لبنى إلى مقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع الدار البيضاء، وكان لنا لقاء بمجموعة من حراس الأمن الخاص العاملين بالقطاع البنكي، وكان لهم حديث آخر عن الموضوع. الأخت كان احنا لحنا القدر لواحد لواحد العمل ما توجهنا ليه، عن احنا ما كناش ضانين غادي نوصلوا لهاد الحالة هذه، احنا قلنا نمشيو نجربوا حدنا في حراسه الامن. لذا واجهنا واحد الصعوبات كثيره، منها اننا كنخدموا الشهر كامل ما كنلقاوش السالير اللي داكشي اللي كنا كنحلموا به، واخا سميك ما كنلقاوش اصلا، ما كنوصلوش ليه، نقدر نخدم انا تقريبا 26 يوم يلا نوصل 2500 درهم ما دايره والو، بغض النظر واحد اخر ما كيخدمش حتى ديك 26 يوم كتلقاه كيشد 9000 درهم 8000 درهم، السبت والحد خاوي
مثلا عنده لي زافونتاج لي بريم. حنا ما عمرنا شفنا شي بريم، كنحلموا بلي بريم ما عمرنا شفنا في حياتنا. زياده على اننا كنتلاقاو مضايقات بزاف، لذا كنصبروا حتى في حقنا. باش انك تمشي في المسار العمل ديالك خاصك تصبر حتى في حقك، تسمع المعيور، خاصك تحضر راسك ما تهضرش، لانك انت خدام ما غاديش تقدر بنادم يحاول يستفزك. خاصك تصبر، ما خاصكش تهز يديك ولا شي حاجه، بزاف الحوايج. وكنحسوا براسنا اننا محقورين في هذه المهنه هذه، بغض النظر انها مهنه شريفه. حنا كنتلقاو الاجر ديالنا حلال، كنخدموا وكنتعبوا وكنوضوا الصباح. دابا الصباح عندنا كنخرج في الظلمه مثلا، وكنقدر نوصل في الظلمه، ولادي ما نشوفهم ساعه جوج. دابا راك الشيخ الاخت راه عيطوا لي مالي الدار ان الدريه خصني نمشي نجيبها من المدرسه، والدري خصني ندي ندير المسائل الثقافيه ديالو، خاصني ندير هاد الحوايج. دابا انا هنا عندي شي حوايج كنديرهم في الخدمه، وخاصني نخرج من الخدمه وندير حوايج اخرى. وهذا الشيء كامل ما كناش كنتسناو هذا المقابل هذا. في هذا الدومين اختي خدمت 6.5 سنين مع هذه الشركه هذه، ويعني بحكم التجارب في الميادين وداك الشيء قلت يعني نتوكل على الله نخدم معاهم، يعني الانسان ما يبقاش جالس والمعيشه وهذه اكسيتيرا. توكلنا على الله خدمنا مع هاد الناس. النوبه الاولى ملي كنا خدامين معاهم كانوا شويه السوايع شويه، هادي كانت كتخدم سبت وحد كتخلص. من بعد هاد الناس قلبوا، يعني نقصوا لنا حتى من الصالير اللي كان هو 100 درهم ودرهم، ولينا كنتخلصوا ب 99 درهم في النهار. يعني بالنسبه للاجونس كتخدم 21 يوم 22 يوم 23 يوم، يعني كتجيك 2200 ولا 2300 في الصالير ديالك. ملي كتجي لاكيس كتلقى مخلصي لك يعني 1900 ولا 1600 ضايعين، مخلصي لك 19 يوم في سميتو. كيجيونا دي زيكسترا اللي هما السبوته والحدوده، يعني لاجونس غتصبغ او لا فيها مشكل البني او لا غيصوبوا الماء او لا غيصوبوا، كيقول لك لا انت اللي غتخدم في لاجونس لان ما غايجيش واحد اخر يخدم. عبد الجبار وعبد الإله وغيرهما المئات من حراس الأمن الخاص العاملين بالقطاع البنكي وجدوا أنفسهم ضحايا لشركة كانوا يشتغلون بها، شركة دفعتهم للاستقالة حسب قولهم. الأخت المشكل بدأ في أواخر ديال شهر 8، قد جي شركة أخرى قد تشدنا. الشركة ديالنا قالت جاو عندنا كيقولوا لك المهم الشركه الجديده اللي غتشد والشركه القديمه اللي كانت، كيجيو عندك تيقولوا لك انت غتدخل مع هاد الناس هادو والمستحقات ديالك غتاخذها كاملين، غير هو انك من غتبغي تدخل لهاد الشركه خاصك دير واحد الاستقاله. هذيك الاستقاله حنا عطاوها لينا على حسن النيه، حنا نسينيو ناخذ المستحقات ديالنا كاملين بما فيهم العطل السنويه بما فيها الاقدميه بما فيها اي حاجه كتسالى غادي تاخذها بما فيها لي كونجي اللي كنا كنشدو فيهم 10 ايام. دخلنا للشركه الجديده خدمنا معاهم، مشينا باش ناخذوا ديك ليكيطونس ديال المستحقات، كنتفاجئوا منهم. انا كنتفاجئ اللي عندي 6 سنين ما عندي 3 سنين ديال لي كونجي ما خديت حتى ديك ما وصلوهاش ليا، حتى ديك 3 سنين ديال لي كونجي اللي ما شديتش في كوفيد ما وصلوهاش ليا. زياده على الاقدميه او 9 سنين ديال الاقدميه انا تعطيني 200 درهم 100 درهم. فاش غيطلقوا المارشي قال لك فوالا غتدخل اون اوتر سوسيتي غتخدموا معاها، وحنايا راه غادي نعطيوكم القوانين ديالكم، يعني حسابك، ويعطيوك الكونجيات اللي كتسال لك كتشد 10 ايام الكونجي والاقدميه ديالك. قلنا ماشي مشكل، يعني ديك الثقه صوبونا لا استقاله جماعيه، كل واحد في الاستقاله ديالو كي بصيغه واحده، استقاله جايه بصيغه واحده وماشي غير حنا، راه المغرب كامل يعني عندهم 2600 واحد في لي زاجونز المغرب كامل، طنجي اكادير مكناس فاس اكسيتيرا اي كازا. المهم سنينها فاسينا بقينا كنتسناو في الشهر الاول الشهر الثاني بداو كيتماطلوا علينا، يعني بغاو يبعدونا على واحد. صافي مشينا الدراري درنا عون قضائي سلم لهم الرساله، داروا لنا لاكوزي ديالها، ديك الساعه خرجوا لنا ليكيطونس.
هتجيك غريبه شحال خرج لي 6 سنين ونص تبارك الله وانا خدام مع هاد الناس والكوفيد داروا معنا بان غيعطيونا لي بريم دو كوفيد ما عطاوناش بريم دو كوفيد داروا معنا بان بزاف ديال الحوايج لي زور سيبلومونتير اللي كنا كنخدموا في الكوفيد ما عطاوهمش لينا وجا حتى الاخر حتى الاخر عطاني ان بون سوفونير اللي خدمت فيه 6 ans et demi عطاوني 100 درهم اي 1 درهم فيلغير فيرغول 100 درهم فاصلة درهم ديالاش انا حللتها عييت انا جبت اينشتاين باش يحسبها وما لقيتش ما لقيتش الكالكيل المنطال ديالها يعني 6 ans et demi الا ضربتيها في الا ديفيزيها بار 100 درهم اي درهم خديري 15 درهم بار اني يعني 15 درهم في العام ما خرجت ليش حمقاتني بغيت نخرجها بغيت هاد السيد هذا بغيت نعرف هاد السيد اللي خرج ديال الكونطابيليتي ديالهم اللي خرجها ولا ديال لي غاش يعطيني بغيت يعطيني غير كالكيل غير تفسير على 100 درهم ديالاش انا داكشي اللي كنسالهم كنسالهم تقريبا اكثر من 60 يوم ولا 70 يوم ديال لي زيكسترا سبوته والحدوده ما مخلصش فيهم اللي كنسال ابار على الاقدميه ما شديتهاش على لو بريم ما شديتوش لا لوغمونطاسيون سالير ما كاينش على الاقدميه ما كايناش ديك 5% و 10% ديال الاقدميه ما استفدناش منها. بعد الفاصل سنعرفكم على عالم الزلازل والهزات الارضيه. لا يكاد يمر أسبوع واحد أو أقل دون بلاغ رسمي بتسجيل هزات أرضية في المناطق المغربية. الإحصائية الرسمية للمعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني المختص برصد وتتبع الزلازل تؤكد بجلاء أن الزلزال لم يعد ظاهرة استثنائية بل ظاهرة يومية في بعض مناطق المغرب، حيث إن أجهزة الاستشعار والرصد لهذا المركز سجلت حوالي 1000 هزات خلال السنة الماضية، منها هزات تراوحت درجاتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر، وهزات أرضية وصلت قوتها ما بين 5 و6 درجات. لنشاهد. في 29 من فبراير 1960 دمر زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر مدينة أكادير مخلفا 12 ألف قتيل وخسائر مادية قدرت أنذاك ب 290 مليون دولار، وهو الزلزال الأعنف في تاريخ المغرب وأحد الزلازل المئة الأكثر تدميرا في التاريخ حسب الوكالة الدولية للزلازل. وفي 24 من فبراير 2004 شهد إقليم الحسيمة زلزالا مدمرا بلغت قوته 6.3 على سلم ريختر وخلف ما يزيد عن 862 قتيلا وجرح نحو 629 آخرين، إضافة إلى تشريد أكثر من 51 ألف شخص، وهو يعد ثاني زلزال مدمر يشهده المغرب. حدثين اثنين طبعا تاريخ الكوارث الطبيعية في البلاد، وبدأ الحديث عن المعهد الوطني للجيوفيزياء مؤسسة اختصت في علم الزلازل والإنذار الزلزالي. نبدأ بالزلزال أكادير لأن كان ستينات كان هو بداية الاهتمام بالقوانين البناء المضاد للزلازل منذ ذلك. الزلزال كان زلزال عنيف كان تأثير كبير في منطقة أكادير حيث أن خلف دمار كبير في المدينة أكادير وأيضا كان خلف ضحايا أكثر في المنطقة. هذا الزلزال كان في تفكير كبير بعده لكيفية البناء، ما هي أفضل المواقع للبناء، كان طرح أسئلة كثير وكان لابد من إيجاد إجابات تقنية لكل هذه الأسئلة. فعلا كان هذا البداية في الستينات كان أدرج قانون خاص للبناء قوانين أكادير فقط للمنطقة لإعادة البناء، ثم بعد ذلك تطورت القوانين بعد زلزال الحسيمة في 2004 وأوجدت قوانين بناء مضاد للزلازل لكافة تشمل كل المغرب لكافة المناطق في المغرب، والآن هو القانون السائد والمعمول به. هذا يعطينا
مستويات من الحماية من الاهتزازات الأرضية و تصنيف أيضا الأرضيات نوعية الأرضيات للبناء تعطي معطيات حول شكل المباني والحجم المباني لتكون تسير كل أرضية وأرضية. وللتعرف أكثر على النشاط الزلزالي في المغرب وعلى المناطق الأكثر عرضة للهزات الأرضية وخصائصها، انتقلنا إلى المعهد الوطني للجوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بمدينة الرباط. نشأت المعهد الوطني للجوفيزياء تعود إلى سنوات 1978-1979، هذه مدة كان اسم في البداية عبارة عن مختبر للجوفيزياء. إعادة الهيكلة فيما بعد سنة 2000 وجد المعهد الوطني للجوفيزياء بعد إعادة هيكلة عدة وحدات ضمن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. بداية المهام الرئيسية كانت متابعة النشاط الزلزالي عبر التراب الوطني، مهمة رئيسية للمعهد، بالإضافة إلى القيام بدراسات تقنية وجيوفيزيائية لبعض المواقع خاصة تلك التي تدرج ضمن بناء منشآت مشاريع مهمة حساسة، من المفترض أن تكون هناك دراسات للمواقع خاصة من ناحية مستوى الخطر الزلزالي. يتكون المعهد الوطني للجوفيزياء من 3 مصالح تقوم بمهامها بطريقة متكاملة ومتتالية، كما يسهر القائمون عليها على تقديم المعلومات وتحليلها 7 أيام في الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة في اليوم وبدون انقطاع. المعهد الآن فيه 3 مصالح، هناك مصلحة المهمة الأساسية ديالها هي المراقبة الزلزالية والإنذار، وهناك مصلحة ثانية هي مهمتها هي تشغيل الأجهزة وكل ما يتعلق بجوانب التقنية للأجهزة، والمصلحة الثالثة هي مصلحة ممكن نقول لتجميع المعطيات، وهي من تجميع معطيات والأرشيفة للأرشيف. هذه المصالح الثلاثة تشتغل في تنسيق تام، هذا ما تطلب المهمة الأساسية للمراقبة الزلزالية، مع العلم أنه أضيفت مؤخرا مهمة أخرى هي مراقبة أمواج تسونامي عبر البحار. المعهد الوطني للجيوفيزياء يتكون من 3 مصالح، المصلحة المخصصة بصيانة المعدات الزلزالية وبتثبيت المحطات الزلزالية عبر التراب الوطني، ثم مصلحة المراقبة التي نتواجد فيها الآن، وهي التي تسهر على مراقبة النشاط الزلزالي عبر التراب الوطني والمناطق المجاورة بخصوص البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بواسطة شبكة من المحطات الزلزالية، من 32 محطة زلزالية موزعة عبر التراب الوطني بشكل يغطي المناطق النشطة زلزاليا. وفي هذه المصلحة هناك مداومة زلزالية 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع في الأحد والسبت وفي الأعياد، يراقبون أي دبدبة على الصعيد الوطني. في المعطيات فعندما يتم تسجيل زلزال ذو قوة 3.5 على سلم ريشتر وما فوق،
يتم إطلاق نشرة إنذارية للزلازل يتم إرسالها لعدد من السلطات المعنية بتدبير الخطر الزلزالي بالمغرب. المعهد الوطني للجيوفيزياء أحدث أزيد من 30 محطة للرصد الزلزالي، محطات تقوم برصد النشاط والذبذبات التحت أرضية بكامل التراب الوطني بدون توقف، كما تعلم بأي نشاط غير عادي. التسجيلات الرقمية كنشاهدوها على هذه الشاشة هي تأتينا في الزمن الحقيقي عبر الأقمار الصناعية، وكل محطة يمكن نشاهدوا مستوى الاهتزاز فيها. بعض المحطات تعطينا فقط اهتزازات طبيعية، أحيانا اهتزازات ناتجة عن أمواج البحر كتظهر على المحطات القريبة من الشاطئ. هناك محطات يكون فيها هدوء نسبي، تكون بعيدة عن مصادر الضجيج إلى آخره، وهذا يسمح لنا في حالة وقوع هزة أرضية تظهر على بعض المحطات الإشارة، ويتم حساب البؤرة على الكمبيوتر في ظرف دقيقتين. أيضا إذا أردنا استعمال محطات أخرى انتظار دقائق إضافية للحصول على الدقة في المعطيات الزلزالية، مباشرة بعد ذلك يتم الحساب وتعطينا الإحداثيات والتوقيت والهزة الأرضية، إضافة إلى الموقع الهزة البؤرة على الخريطة العالمية. نشاهد من خلالها أن نقوم في آن واحد بمراقبة الهزات القريبة التي تشمل المجال الجغرافي في المغرب وأيضا في المناطق المجاورة وحتى المناطق البعيدة إذا كانت الهزات الأرضية كبيرة عنيفة نوعا ما. إذن هذا كل المناطق في العالم دي عندنا فيها إشارات من الزلازل. وهذا المعطي كما أنه أن المعطيات الأخرى التي لم تستوفي شروط الإنذار بها يتم تخزينها في قاعدة معطيات غنية جدا، معطيات زلزالية، لوضعها رهنة إشارة المجتمع العلمي أو المجتمع العلمي للقيام بالدراسات خاصة في مجال تخفيف وتخفيف من المخاطر والخسائر الزلزالية عبر أبحاث فيما يخص أبحاث في المقاومة الزلزالية، أبحاث عن كقانون القوانين المضادة للزلازل في البناء إلى غير ذلك. منطقة الشمال المغربي وخصوصا منطقة الريف والدريوش تسجل أسبوعيا هزات أرضية متتالية ومتفاوتة الخطورة، ورأي المختصين أنها تعتبر ظاهرة طبيعية، إذ هي ارتدادات أرضية تمثل رد فعل على القشرة الأرضية التي يعتريها التشوه في المنطقة، والتي تهم منطقة معينة مع انتقال النشاط الزلزالي من منطقة إلى أخرى وتسجيل هزات أرضية ضعيفة. عموما المحطات المحيطة ب المتواجدة في شمال المغرب الريف بالخصوص محور الحسيمة الناظور، نظرا لقرب المحطات من البنيات الزلزالية أو الفوالق التي تقع عليها الزلازل يقع فيها الانزلاق، وبالتالي يقع الزلازل في هذه المناطق بكثافة تقريبا بصفة يومية. نسجل هزات خفيفة لا يشعر بها الإنسان يوميا بصفة دورية، لأن المنطقة نظرا لموقعها على جبهة التصادم بين القارة الإفريقية والقارة الآسيوية تعرف نشاطا زلزاليا من حيث الكم عدد الزلازل ومن حيث الكيف أي شدة القوة الزلزالية التي تسجل في هذه المناطق. بعد الفاصل سنرصد لكم تقنية جديدة تدخل ضمن بروتوكول العلاج النفسي للأطفال.
آلاف بل ملايين الأطفال اليوم بالمغرب يعانون من أمراض مزمنة، أمراض تجبرهم على الجلوس في المستشفيات لتلقي علاجات يومية تنهك أجسادهم الضعيفة ومعهم نفسيتهم المهزوزة التي أجبرها المرض على الاستسلام والدخول في روتين يومي قاتل. في مستشفى الأطفال التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا مبادرة جديدة ساعدت في إدخال الفرحة إلى قلوب مئة الأطفال من خلال الموسيقى لتدخل هذه الأخيرة كوسيلة للعلاج النفسي. لنتابع. أزيد من مليون طفل يعانون من أمراض الكلي، الآلاف منهم يحتاجون لغسل كلي مزمن 3 مرات في الأسبوع على الأقل. مراكز أمراض الدم وأورام الأطفال تسجل سنوياً 100 الحالات في صفوف الأطفال، إذ يصل عدد الحالات التي يتم علاجها سنوياً إلى الآلاف. وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن إصابة أزيد من 15,000 طفل بداء السكري بأنواعه، أرقام مخيفة تكشف عن واقع مريع يشثم على أنفاس آلاف الأطفال. المرضى الراقدين بمستشفيات المملكة يصارعون الألم والموت والقلق والاكتئاب. إطار واحد الشراكة بين مؤسسة الدكتور النيش ومديرية المركز الشفائي الجامعي ابن سينا، تم الاتفاق على إقامة واحد المبادرة اللي كتتجلى في تجهيز واحد القاعة في آلات موسيقية، والهدف منها وهو إتاحة الفرصة للأطفال زملاء المستشفى باش يستافدوا من هاد التجهيزات، وفي نفس الوقت تعميم هذه المبادرة اللي جات تحت الرعاية نتاع وزارة الشباب والثقافة، تعميمها على باقي المستشفيات المملكة. هذا هو الهدف الأساس من هذه المبادرة، بالفعل إلى جانب العلاجات اللي كاين تلقاوها الأطفال كاين طريقة اللي معروفة اليوم، ماشي طريقة بالعلاج بالموسيقى، ولكن على الأقل إتاحة الأطفال واحد الفرصة باش يخرجوا من ذاك الواقع نتاع التمريضي واليومي، ويحسوا بأنهم واحد الإطار اللي كيسمح لهم باش يطوروا واحد أنشطة أخرى، واحد ثقافات أخرى اللي ربما الحالة الاجتماعية ديالهم ما تسمح لهمش باش يستافدوا منها إذا كانوا في المنازل ديالهم. وهذا يعني كذلك أن هاد الأطفال المستهدفين تقريبا ربما عاد يستافدوا من هاد القاعة حتى بعد خروج ديالهم من المؤسسة، في إطار ذاك إما في إطار الرجوع ديالهم المؤسسة في ذاك المستشفى اليومي لوبيتال دو جور، لأنه الأطفال اللي عندهم واحد العاهات ولا واحد الأمراض طويلة الأمد كيرجعوا بزاف المؤسسة، وفي ذاك خلال ذاك الرجوع ديالهم عاد يستافدوا دائما ذاك البرنامج المسطر قبل المؤسسة لفائدة الأطفال. هذا هو الهدف. قاعة للموسيقى وتعليمها بمستشفى الأطفال التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا، غرفة قد تغير الكثير من خلال زرع الطاقة الإيجابية وحب الموسيقى في نفوس أطفال حطمتهم الأمراض. أشكر جزيل الشكر لجمعية الدكتور فنيش اللي جهزت هذه القاعة، هذا الفضاء الجميل اللي فيه مختلف أدوات الموسيقى للأطفال المرضى النزلاء بالمستشفى، وبالخصوص الأطفال اللي عندهم مرض مزمن والأطفال اللي عندهم العلاج طويل. والهدف من هذا الفضاء الجميل وهذا الموسيقى باش تنسيهم الألم ديالهم وتنسيهم المرض ديالهم وتنسيهم السيجور اللي عايشين فيه في لوبيتال. وكيف ما كتعرفوا بأن الموسيقى راه العلاج النفس وعلاج الروح، هاد الصال وهاد الموسيقى غتختارينا الأطفال اللي عندهم علاج طويل بحال اللي قلت لكم، ودرنا واحد البروغرام 3 أيام في السيمانة في الأسبوع. كاين الأطفال اللي غيديروا الفيولون، كاين الأطفال اللي غيديروا الجيتار، وكاين الأطفال اللي غيديروا البيانو، ومع أساتذة مختصين بالمجان.
طبيعة الحال غتكون نتيجة إيجابية جد إيجابية، لأن كما قلت لكم الموسيقى ضرورية للطفل، وبالخصوص الطفل اللي عنده نفسيته تروماتيزي ولا جسده ولا نفسيته ولا الروح ديالو، دونك سي تري بوزيتيف بوغ هاد لي زونفون. لي هذه المبادرة لاقت استحسان الأطفال بالمستشفى، كما لاقت قبولا من طرف آبائهم وأولياء أمورهم. لطيفة أم طفل مريض هنا بالمستشفى وجدت أن قاعة الموسيقى هذه قد تكون بمثابة متنفس له ولمئات الأطفال الذين يرقدون بمختلف الأقسام، وهذا ما أكده لنا أيضا محمد البارودي أخصائي نفسي بنفس المستشفى. كنشوف بأن جات في المحل ديالها كترفيه الدراري الصغار، كتخرج لهم طاقات سلبية كيفرحوا بها، وحنا فرحانين بزاف على هاد المجهودات اللي كتقوموا بها. في نفس الوقت يعني حتى اللي عنده كهواية كسميتو كينسى شوية ديال المرض، ممكن يعمم على شي حياة جديدة هكا تتلاها فيها وكل شيء. زعما هاد الشيء عجبني بزاف والله، حتى علاج نفساني يقدر يكون في نفس الوقت، لان اي واحد كيشوف شي حاجه اللي كيتنفس بها كموسيقى بزاف ديال بزاف الحوايج اللي كيقدر يخرج فيها الانسان على شي حاجه، من ضمنهم الموسيقى. بطبيعه الحال مؤخرا تم تدشين قاعات الموسيقى داخل مستشفى الاطفال السويسي بالرباط. هذه البادره بطبيعه الحال هي بادره استحسنها الجميع، سواء الأطر الطبية التمريضية، جميع المشتغلين داخل مستشفى الأطفال السويسي، ولا حتى نزلاء أطفال نزلاء مستشفى الأطفال السويسي والأباء المرافقين اليوم. وبالتالي فهاد الأهمية ديال هاد إحداث ديال القاعة ديال تدريس أو تعليم الموسيقى للأطفال هي ليست فقط من أجل الترفيه والتسلية، وإنما هي بمثابة تقنية علاجية من أجل تفريغ شحنات الانفعالية لدى هؤلاء الأطفال، وهي بمثابة أيضا تنفيس انفعالي، وفي نفس الوقت هي بمثابة تقنية علاجية، بحيث أنه هناك مجموعة من الأخصائيين النفسانيين ماشي فقط في المغرب وإنما على صعيد العالم، كي يركزوا على أن الموسيقى عندها واحد دور إيجابي وفعال خاصة على المستوى السيكولوجي. تستقبل مستشفى الأطفال التابعة للمركز الاستشفائي ابن سينا برباط عشرات الحالات لأطفال يعانون من أمراض مزمنة واعتداءات جسدية وجنسية ونفسية يومياً، ويرى المختصون هنا بأن الموسيقى ستكون أفضل علاج. هذ الأطفال اللي عندهم مرض مزمن بحال قصور الكلي، اللي كيديروا لي سيونس ديموديالييز 3 مرات في السيمانة في الأسبوع ماشي سهلة، وكاين الأطفال اللي عندهم معنفين سواء جنسيا ولا جسديا كنستقبلوهم في مستشفى الأطفال. كاين أطفال ديال الأمهات العازبات وأطفال في وضعية صعبة، طبيعة في وضعية صعبة نقدروا نقولوا في وضعية صعبة، هاد الأطفال محتاجين لي سيونس، محتاجين الموسيقى ومحتاجين العلاج النفسي. وبين هاد الشيء كامل حنا فكرت الجمعية وفكرنا حنايا بأن الموسيقى راه كتعالجهم نفسيتهم كتعالجها والروح ديالهم، ولا بدا نخرجوا بحاجة بوزيتيف. ما يمكنش نيجاتيف، لأن الموسيقى راه كيبغيها أي واحد سواء يكون كبير ولا صغير، وبلا موسيقى راه ما كاين والو كما كيقولوا. علاش كنح على لي سيرفيس دو بيدياتري؟ لأنه مصالح ولا تبع الأطفال، فبطبيعة الحال حنا كنعرفوا هناك بعض الأطفال اللي كيكونوا كيعاني من بعض الأمراض المزمنة كداء السكري ولا ارتفاع الضغط الدم، ولا بعض الأطفال اللي كيكون عندهم أورام سرطانية، أورام كيكون عندهم بعض الأمراض الأخرى. فمن كيلقاو واحد المتنفس داخل الجناح ديالهم، فهنا الطفل هذاك الروتين اليومي داخل المصلحه اللي تعالجوا فيها، فبطبيعه الحال كيهرس هذاك الروتين اليومي، وفي نفس الوقت
هي بمثابه هي ماشي تقنيه. اولا غير باش نوضح هذه المساله، هي الموسيقى ماشي تقنيه جديده من التقنيات العلاجيه، هي راه موسيقى منذ القدم معروفه على اساس انها هي نوع أو تقنية من التقنيات العلاجية اللي كتساعد ماشي فقط غير الأطفال. احنا كنركزوا على الأطفال، علاش؟ بما أننا نحن هنا في مستشفى الأطفال السويسي بالرباط، حتى الكبار، ما كنقولش فقط الأطفال، الأطفال سواء الأطفال أو المراهقين أو الكبار، ولكن الأطفال حالة خاصة. ملي كنتكلم على أن الأطفال حالة خاصة، لأنه خصنا نتصوروا المعاناة النفسيه ديال الاطفال في سن 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات، طفل او طفله في 6 سنوات وكيعاني من مرض السرطان، كيفاش يمكن لكم تخيلوا المعاناه النفسيه ديالهم؟ طفل او طفله اللي تبتر الرجل ديالو او الرجل ديالها في واحد العمليه جراحيه، كيفاش يمكن لكم تصوروا المعاناه النفسيه ديالها؟ اذا هذا هو الهدف الاساسي ديال احداث هذه القاعه ديال تعليم الموسيقى داخل المستشفى. هو كيف قلت لكم انه ماشي فقط من اجل الترفيه والتسليه، ولكن راه هي تقنيه علاجيه. ولا جينا نشوفوا مجموعه من الدول الاجنبيه، راه عندهم قاعه ديال الرياضه داخل المستشفى، عندهم قاعه ديال تعليم الموسيقى داخل المستشفى، عندهم قاعه ديال الرقص داخل المستشفى. احنا هنا في المغرب هذه واحد التجربه اللي بدات دابا الان في مستشفى الاطفال، واللي بطبيعه الحال كنتمناو انها تعمم على باقي المستشفيات، لانها كيف تكلمت معكم عندها واحد تاثير ايجابي على المستوى الاتزان النفسي لدى هؤلاء الاشخاص اللي كيتعلموا هذه الموسيقى. الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، نضرب لكم الموعد شهر المقبل مع حلقه جديده ومواضيع شيقه، فكونوا في الانتظار.